وقعت شركة ابدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية عقد اتفاق لمساهمين مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة كوبريسي الإسبانية العالمية، وذلك لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر. هذا وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 15 مليون صمام بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار. وتعد الشركة الإسبانية واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز، ومن المقرر افتتاح المصنع خلال شهر إبريل المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز دوره في توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.